زي ما قلت لكم، طائر اليمام حريص جدا. ما هو ازاي طائر الحمام بيدخل بدماغه مع ان حطت الاكل في نص الكازيلا؟ الا ان الطائر حريص جدا، يدخل يجيب حباية ويرجع. بتعوز البوتل اللي في الناحية التانية او الازازة المية تزيد فيها شوية علشان الكازيلا ما تتحركش وما الطائر يدخلها، لان اما المية بتبقى خفيفة فيها الطائر بيتحرك زي ما انتوا شايفين، بيدوس على الكازيلا بتتحرك بيه، فبيكش من ان هو يدخل. احنا لسه الفجر، الطائر لسه جاي طبعا جعان، وفي واحد تاني عند المصيدة التانية على باب المصيدة بتاعتنا اللي على الصندوق، مكنتش واخد بالي منه. زي ما قلت لكم ساعات بيجي الطائر ويدخل من غير ما اشوفه. في العين الشمال، الناحية الشمال اليمين هناك لو شايفين الطائر واقف عمال ياكل الكام حباية اللي برا، او معرفش عدى على البوصة، انا ما شفتوش باين. هما الاتنين جايين مع بعض، ذكر وانتهي. كانت دايسة فعلا على البوصة وكانت معلقة، على الرغم ان انا مشايك عليهم والله دلوقتي، بس الطائر خفيف يعني شوية وطائر. مش عارف التاني هيحصله بقى ولا ايه. لو بصلكوا عليه شوفوا طار راح فين، بس زميله لسه واقف اهو. هما جم خدوا لفة، هنزود بقى احنا دلوقتي البوتل بتاع المية زي ما شفتوا هما مشوا، هنزود بوتل المية شوية او الازازة بتاعت المية علشان اما يجي يدوس فيها ما تتحركش بيه، اللي هي الكازيلا. لكن مش عارف هي مشغولة بالمكان ده ليه. تقريبا في يمامية تانية زميلة ليها هي جوه في الصندوق، بس لو في يمامية تانية كانت تقابلها برضه يعني، انما هي في واحدة بتاكل تحت في الزعنونة والبرامة اهيت، وواحدة واقفة فوق، واحدة بتاكل اهي، تانية فوق نايمة، مش مشغولين بيها خالص يعني، هي اللي عمالة تتنطط وعايزة تدخل لهم. ايوه يا مسهل، اوه المية جت كتيرة لدرجة ان البوتل معلق، المفروض كنا خفينا المية بس الكازيلا بتتحرك، لما يخفي المية الكازيلا بتتحرك، جت المية كتيرة زيادة. دي من ضمن الاخطاء برضو، وادينا بنتعلم. هنخف المية شوية عن كده لان هي بتدخل وتطلع والوزن تقيل، فطبعا عشان ما تاكلش وتشبع المفروض نمشيها.
دخلت في مصيدة الميزان. داخل من الناحية التانية، امسك انت كده صورها. طلعنا يا جماعة، لقينا الشبكة ماسكة هدهد اهوت. احنا بالليل دلوقتي، اوقات كده وش المغرب كده ساعات ما بطلعش، اتأخر عليها فبطلع عليها ماسكة حاجات زي الهدهد وكده. وادي المصيدة معانا، ده اليمام اللي احنا ماسكينه من النهار. نايم جوه اهو.